انا اخرج يوم 25 ابريل لان التعليم موريتاني تعليم فاشل، تعليم برامجه فاشله، تعليم ما هو متماشي متطلبات السوق. بالنسبه للمدارس العموميه ما تلاقوا مقدمين اللي قد حد يدخل ويقرا فيه، والمدارس الحرة الفقراء ما تلاقوا قد يورجون من الحاله الاقتصاديه المزريه كل موريتانيا. الجامعه برامجها ما تتماشى متطلبات السوق، وحتى ما تقدر تستوعب العدد الكافي من الطلاب الموريتاني. نيان ديال 25 افريل كوميا هوب بلاس بلوكات سوكاد فوف ايفن دور حالو موبي كارو اون حالو مين فوف كو دومين كارات مين تامبي على فوف كونكور مومي مبادان مين داجان على فوف كومي مبادان مين دوكي يو غوفرنمان وادر مين كون غادو دا مين جي دوم مينن جينس بي كومي تامبو امين جي دي بالو دي امين جي دي يارو دي يس انا لا ينجي يوم 25 ابريل لانني احلم بموريتانيا تسود فيها العداله والديمقراطيه والحريه والمساواه. احلم بموريتانيا لا وصاية للعسكر فيها على إرادة الشعب. أحلم بموريتانيا جديدة. أنا لا أجل يوم 25 أبريل ولستحقق العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع الموريتاني. أنا هذا لن أشارك في 25 أبريل القادم بين اللي فقير والدولة خانقتنا، لا خالق شيء والناس ما تكرر حديدة، ولا نشارك إن شاء الله ولا نعود من أول الناس. أنا وعالم إذا إن شاء الله وخرص لي دور تشوفني فيهم. buñu grévé du bax ci ñom kon nak warna taxaw taxaway hôpital ci ñu gëné kaw ana nay ci ñom 25 libre mais ci lu sawat wara salamet mune ci des chabab li daya amru yahsal li bursat amal musharaba tanhin hiba mu maru 20 ans mu té mu laaj jeune murtano ina ngul ñanga vraiment ya bu ko de galerie ci jeune ñu yéré way ina xara may na tout temps it ko le kita vraiment ken ken xamo ma tia jog ñu yéré ina xara may na ipak kita it ko le kita on do ken na sha ya yow ñu fo wona ngul ñaa fo na ngul ñaa et puis murte ya a asuwer yow jeune ñu ko ko le kita una xara may na tout temps in xara vraiment o ko to ga ci ñu ñaa vraiment a ko tan ko أنا مواطن موريتاني واهلي عن الوضعية اللي يعيشها المستشفى وضعية مزرية أقصى ما تكون لأي سنة. طالبي من الناس كاملة من أجل هاي الوضعية اللي وتصحيحها، ومن أجل مولي البرهنة على انتفاضة الشعب ضد هذا الوضع الأول المزري في المستشفى. طالبي من الناس كاملة تخرج معي الشباب، شباب 25 فبراير اللي هي خلص إن شاء الله تعالى يوم 25 أبريل القادم إن شاء الله. وخادمين وناريين كله يخلصون التلاعب بيه والبيت وعنده العيال ومظلومين فوقاني من الضد لا سينا ساكتين عليه ما سينا ساكتين انا مع ملي الشباب داعمين وعلى ذاك اللي دور الشباب على حقه وداعمين كل حد كامل من موريتاني دور حقه We want our rights, we are peaceful and we will not give up.